بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في اول استوديو تحليلي لمباراه الناشئين على شاشه قناه الاهلي. دايما النادي الاهلي صاحب السبق، دايما النادي الاهلي صاحب الرياده. الاهلي كان اول نادي يعمل مجله، النادي الاهلي كان اول نادي يعمل منظومه اعلاميه متكامله، النادي الاهلي كان اول نادي يعمل قناه. والنهارده اول استوديو تحليلي لمباراه الناشئين على الهواء مباشره يكون على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة احنا قدام حدث إعلامي مهم، زي ما قلت لحضراتكم من أول يوم عايزين يكون لنا هدف، دايما هيكون لنا هدف في برنامج الأشبال، والنهاردة بنستكمل هدفنا في ملعب الأشبال. دايما هنسلط الضوء على كل كبيرة وصغيرة داخل قطاع الناشئين، دايما هنسلط الضوء على كل مواهبنا لداخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. الحمد لله كل مصر خلال فترة اللي فاتت وخلال الاسابيع اللي فاتت اتكلمت وشافت المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين، وده دورنا داخل برنامج وملعب الاشبال. لو عايزين نبتدي صح في الرياضه المصريه لازم نبتدي من هنا من ملاعب الناشئين. دايما النادي الاهلي هو اللي بيبتدي صح وهو اللي بيقود الناس كلها وراه. النادي الاهلي النهارده بيبتدي من داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بمدينه نصر. اول استوديو تحليلي زي ما قلت لحضراتكم، لازم قطاعات الناشئين في مصر كلها تحظى بقدر، تحظى بدعم، تحظى برعايه، ان الحمد لله مصر دايما ولاده بالمواهب. شفنا خلال الفتره اللي فاتت نجمنا العالمي محمد صلاح والصدى الكبير اللي عمله في ملاعب اوروبا، تريزيجيه ورمضان صبحي وغيرهم من النجوم. دي رسالتنا هنا النهارده في ملعب الاشبال. النهارده هنبتدي المشوار مع مباراه شباب فريق الاهلي 97 مع فريق شباب الجونه. فريق شباب الاهلي اللي بيقوده المدرب الكف نجم الاهلي السابق ونجم منتخب مصر كابتن عادل عبد الرحمن. كان فريق شباب الاهلي تم تصعيد حوالي 6 لاعبين خلال الفتره اللي فاتت مع مستر كارتيرون في مباراه المصريه الاتصالات الوديه. ظهر لعيبه كويسه وتالقت، منهم مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، مشو عماره، كريم يحيى، احمد حاتم، عربي بدر وعمار حمدي، تألقوا ولفتوا الانظار خلال المباراه الوديه للمصريه للاتصالات. وده دورنا هنا في ملعب الاشبال، ان احنا دايما نسلط الضوء على ولادنا داخل قطاع الناشئين. النهارده هيكون معايا ابرز المحللين، كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق، كابتن احمد بلال هداف الاهلي السابق، هنتكلم معاهم في حاجات كتير وهنشوف رايهم في التجربه اللي اول مره تظهر على شاشه قناه الاهلي. معانا ارقام ومعانا احصائيات عن فريق الشباب هنتكلم معاهم فيها. برضو احنا دورنا هنا مش لعيبة بس، لا ده احنا حكام كمان، وبنقدم للكابتن عصام عبد الفتاح ولجنة التحكيم المصرية برضو بنسلط الضوء على حكامنا. عايزين نعمل كوادر من مدربين، من إداريين، من لاعبين، من حكام، ودي رسالتنا النهاردة في ملعب الأشبال. كان في رسالة مهمة جدا من مستر كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بيوجهها لكل ولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنشوف مستر كارتيرون قال ايه في التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. في الأول بحب أن أهني أسامة حسني عشان جودة البرنامج اللي بيقدمه للناشئين. طبعا مهم جدا في نادي كبير بحجم النادي الاهلي ان احنا نهتم بالناشئين عشان نغذي الفريق الاول. طبعا بهني لمجموع المعدين والعاملين بقطاع الناشئين بالنادي. عندنا طبعا فريق الاول دايما لعيبه كتيره بالناشئين من قطاع الناشئين، واسبوع بعد اسبوع بشوف اللعيبه مستواها بيتحسن وبيتقدم، وما عنديش ادنى شك ان طبعا دول جيل كويس اللي طالع، وهيقدر طبعا يعني عندنا في الفريق الاول في لعيبه اصلا من قطاع الناشئين وهم صغيرين زي عاشور وزي ريان، ولازم طبعا اللعيبه دي دورها ان هي بتغذي الفريق الكبير وبتقويه، وطبعا عشان الفريق يبقى منافس في جميع المستويات، وطبعا عشان نحقق الهدف ده لازم دايما ندخل عناصر شابه للفريق. طبعا الشباب والناشئين عندنا معايا في الفريق عارفين نحديهم فرصتهم طبعا لا محاله اني ارجع في ده. وطبعا عارف ان هم بيشتغلوا كويس وبيتمرنوا كويس عشان يفوزوا بالفرصه دي وعشان يمثلوا النادي الاهلي يعني افضل التمثيل، عشان برضو يخشوا التاريخ مع النادي الاهلي
وطبعا عشان يضيفوا حاجه لمسيرتهم كلاعبين وعشان يبقى لهم مستقبل جيد مع النادي. وطبعا هم بيمثلوا مستقبل النادي ولازم يعرفوا ان عينيا دايما على الناشئين وعلى قطاع الناشئين وانا بهنيهم دايما وبهني شغلهم الجيد وبتابعهم وبحمسهم انهم يعملوا نتائج كويسه. النصيحه الوحيده اللي ممكن اديها ليكم كناشئين كلكم ان افضليه الافضليات بالنسبه لي في كره القدم عشان توصل لمستوى عالي لما تكون بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي ان يكون عندك روح جيده وروح عاليه في الملعب وتركز على نفسك في الشغل من غير ما تضحي في كره القدم غير ما يكون عندك روح قتاليه في الملعب وغير ما يكون عندك تدي اكتر ما عندك في الملعب الموهبه لوحدها مش كفايه الموهبه وروح عاليه في الملعب يبقى عندنا فرصه ان احنا نفوز وطبعا لازم تشتغلوا كويس جدا وتبقوا متواضعين وتقبلوا تشتغلوا كتير على نفسكم وتمرنوا كويس بشكل جيد ويبقى عندكم طموح دايما ودايما طبعا عارفين النادي الاهلي لا يقبل الا بالفوز ودايما النتيجه هي المهمه هو النقطه نمره واحد النادي الاهلي لازم نشتغل كويس جدا لساعات طويله عشان نستاهل ونستحق نستحق التطور في مستوانا وان احنا نكون في مكان كويس ونستاهل ان احنا نلبس فانيلة النادي الاهلي ونمثل النادي الاهلي وندخل التاريخ مع النادي الكبير عشان في يوم من الايام نقدر نكتب احنا بنفسنا تاريخ زي التاريخ اللي كتبه اللاعبين السابقين. بنشكر طبعا مستر كارترون على التقرير اللي احنا عملناه معاه واختص بيه ملعب الاشبال. نتمنى ان شاء الله مستر كارترون برضو التوفيق في مباراه الترجي الجايه ويقدر يفرح جمهور النادي الاهلي وان شاء الله النادي الاهلي يحقق البطوله التاسعه في تاريخه ويسطر تاريخ جديد. كلام مهم جدا من مستر كارترون النهارده لاولادنا داخل قطاع الناشئين. انت بتلعب في نادي كبير النادي الاهلي الموهبه لوحدها مش كفايه لازم مع الموهبه لازم الروح القتاليه ده مهم وده اللي بيميز دايما لعيبه النادي الاهلي سواء في الناشئين او في الفريق الاول الروح القتاليه لازم يكون دايما عندك اصرار دايما ما بتقبلش غير بالفوز وهي دي الحقيقه الوحيده الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بنشكر مستر كارترون. كان في زياره طبعا مهمه للكابتن محمود الخطيب يوم الخميس اللي فات اجتماع مجلس اداره في النادي الاهلي في مدينه نصر وكابتن محمود الخطيب حرص يوم اجتماع مجلس اداره انه يزور قطاع الناشئين وانه يلتقي بلاعيبه فريق الشباب ودي رساله مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب نجم كبير واسطوره زي الكابتن محمود الخطيب انه يجتمع مع اللعيبه انه يتكلم معاهم ده اكيد بينعكس بالايجاب على اللعيبه بيديهم حماس كبير دايما بتديهم روح ايجابيه وزي ما احنا شايفين واقف مع اللعيبه دلوقتي بيسلم عليهم وبيتكلم معاهم فده شيء مهم من نجم خاصه من نجم كبير وخاصه كمان ان الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي فدي رساله مهمه جدا. ومن السياسه الناجحه اللي رسمتها لجنه الكره السنه دي ان اصبح فريق 97 شباب الاهلي تابع للدرجه الاولى دي من افضل القرارات اللي خدتها لجنه الكره خلال الفتره اللي فاتت. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم برضو هنستعرض جدول ترتيب مسابقه فريق الشباب فريق 97 زي ما قلت لحضراتكم كابتن عادل عبد الرحمن بيقودهم المدير الفني الكوف وكنت حابب برضو اقول الجهاز الفني لفريق 97 كاملا كابتن عادل عبد الرحمن مدير فني كابتن كرم مرسي مدرب عام كابتن ياسر رجب مدرب كابتن ابراهيم عبد العزيز في حراسه المرمى كاحمد عبد الله اداري طارق الباروكي مخطط الاحمال دكتور احمد دكتور الفريق والكابتن محمد حسن اصابات ملاعب. ما شاء الله كابتن جهاز لجنه الكوره والكابتن عبد الرحمن عاملين توليفه كويسه ما شاء الله ودي انعكست كمان على النتائج وعلى ترتيب فريق الشباب في جدول المسابقه. هنشوف احنا هنشوف دلوقتي مع حضراتكم هنستعرض دلوقتي الجدول. ما شاء الله مأديين اداء كويس في كلام كتير هتكلمه مع محللي كابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال عن شغل واضح خلال الاهداف خلال اللقاءات اللي فاتت عن فريق الشباب بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن
النهارده لما تعمل فريق الشباب يبقى تحت مظله الفريق الاول، فده ما فيش فجوه دلوقتي ما بين الفريق الاول وبين فريق الشباب. شفنا الفتره اللي فاتت كان في مجموعه يعني ما كانتش شاركت في مباراه، كان خدوا من كابتن عبد الرحمن مع كابتن محمد يوسف وعملوا زي مباراه وديه في الجزيره. ده الهدف الرئيسي، ان انا دايما بقرب اللعيبه دي للفريق الاول. وزي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله تالقت لعيبه خلال الفتره اللي فاتت، شفنا ميشو عماره بيقدم على الدرجه الاولى اداء رائع وبيحرز هدف مباراه المصريه للاتصالات. شفنا مصطفى شوبير ما شاء الله حارس مرمى واعد، ان شاء الله يكون موجود فريق الاول. زي ما احنا شايفين قدام ده دلوقتي ترتيب الجدول، الاهلي رقم واحد 6 مباريات، فوز في 5، مفيش خساره، تعادل في مباراه وحيده كانت امام حرس الحدود، عنده 16 بونت ويتصدر جدول المسابقه. عندنا مصر المقصه في الترتيب الثاني عنده 15 بونت، حرس الحدود في المركز الثالث 14 بونت، بتروجيت في المركز الرابع 13 بونت، وامبي في المركز ال 11 بونت. انا سايب لحضراتكم الترتيب دلوقتي، وبرده معانا مشوار الاهلي في البطوله. الاهلي دلوقتي زي ما احنا قلنا لحضراتكم لعب حوالي 6 مباريات كلهم انتهوا فوز، مفيش غير تعادل واحد امام حرس الحدود في ملعب حرس الحدود. ابتدى المشوار بدايه قويه، ظهرت في مباراه الاسماعيلي في اول مباراه وانتهت بفوز الاهلي 3-1. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي مشوار الاهلي في البطوله، ومعانا مشوار الجونه في البطوله. هنشوف دلوقتي على حضراتكم مع حضراتكم على الشاشه دلوقتي مشوار الاهلي. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي الاهلي والاسماعيلي 5-1، نتيجه كبيره. الاهلي والمصري 3-1 في ملعب السويس، الاهلي وادي دجله 6-1، الاهلي وحرس الحدود في حرس الحدود 0-0، الاهلي والانتاج الحربي 4-1 للاهلي، والمباراه الاخيره الاهلي والداخليه 3-0 للاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي متصدر البطوله ب 11 16 برصيد 16 بونت. واضح شغل الكابتن عادل عبد الرحمن. النهارده لما تحط نجم زي الكابتن عادل عبد الرحمن ليه تاريخ كبير سواء مع منتخب مصر او سواء مع النادي الاهلي، ما شاء الله من الجيل اللي مثل مصر في كاس العالم 90، فده حاجه مهمه جدا. هنشوف دلوقتي مشوار الجونه، مشوار الجونه زي ما احنا الجونه والمصري مؤجل، وادي دجله والجونه 1-1، الجونه وحرس الحدود 2-0 حرس الحدود. الجونه كسب انتاج الحربي 1-0، الجونه والداخليه 2-0 للجونه، جونه وبيراميدز كسبت الجونه. ده مشوار الجونه في المسابقه. النهارده برضو معانا تشكيل فريق الشباب النهارده، هنستعرضه مع حضراتكم برضو التشكيله الرئيسيه اللي بدا بيها الكابتن عادل عبد الرحمن، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. تشكيل معانا في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط ظهر من ورا في باك رايت كريم يحيى، اثنين مساكين محمد عبد المنعم ميشو عماره، باك ليفت احمد حاتم، عربي بدر في وسط الملعب ومصطفى عزت، ثلاثة تحت المهاجم مؤمن زكريا وأحمد حمدي ويوسف علاء، مهاجم أحمد ياسر ريان. النهاردة من ضمن برضو السياسة المهمة جدا تجهيز لعيبة الفريق الأول البعيدة عن المباريات، ده برضو من ضمن أهداف فريق الشباب. شفنا قبل كده محمد شريف بينزل قطاع الناشئين مع فريق الشباب وبيتجهز، شفنا أحمد الشيخ وما شاء الله بيتألقوا. النهاردة مؤمن زكريا على فكرة هو اللي طلب ينزل النهارده ويشارك مع فريق الشباب، حاسس ان الامور ممكن تكون بعيده شويه، لكن هو عايز يقرب نفسه، عايز يستعد، عايز يبدا يدخل في رتم وفورمه المباريات، فهو طلب النهارده. فاحنا بنحيي مؤمن زكريا ونتمنى له النهارده التوفيق. عندنا مؤمن زكريا واحمد حمدي واحمد ياسر ريان، ان شاء الله اكيد هيشاركوا مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، فنتمنى لهم ان شاء الله لما يشاركوا مع الفريق الاول يكونوا جاهزين هنا من فريق الشباب، ودي سياسة جيدة بيتبعوها برضو مع زمايلهم. كان محمد شريف واحمد الشيخ ومحمد الجزار واحمد السران وعمار حمدي شاركوا في مباريات قبل كده، فان شاء الله ربنا يوفقهم. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم بقى مشوار اهداف 97 بالاهداف دلوقتي من بداية عربي بدر يلعب ليوسف علاء، يوسف علاء كريم يحيى فتح له في الجانب الايمن، كريم
يلعب ويعلق عرضية. هشام جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي عن طريق الهداف هشام شعبان بضربة رأس قوية يسكنها أقصى الزاوية اليسرى للحارس أيمن رجب، لكن الموال والحكاية من أولها العرضية والكروس العرض الجميل من كريم يحيى يلعبها بالمقاس وارتقاء وسط اثنين وسط اثنين هشام شعبان ورايح للكابتن عادل عبد الرحمن بالأحضان وللجهاز الفني. هدف الأسبقية للنادي الأهلي والتقدم عن طريق اللاعب هشام شعبان. ركلة جزاء تساوي كتير، ركلة جزاء وواحدة من أهم كورة في اللقاء هي ركلة الجزاء اللي هيلعبها يوسف علاء يوسف وأيمن رجب، وركلة جزاء تساوي كتير للنادي الأهلي. يوسف ومواجهة مع أيمن رجب، يوسف علاء وأيمن رجب ومواجهة يوسف علاء. جول 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 جوه جول. هدف رائع وأهم أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء. هنروح لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل أستقبل ضيوفي كابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق وكابتن أحمد بلال هداف الأهلي السابق. استنونا. هدف تاني للنادي الأهلي، هدف تاني للنادي الأهلي. توقيت الهدف أكثر من رائع، يعني لما بقول لحضراتكم أخطر كورة للنادي الأهلي في اللقاء لأن توقيت الهدف أكثر من رائع. لعبته اتعلقت، وقف لعيب النادي الأهلي على التسلل، وادي هدف أول لنادي الإسماعيلي، هدف أول لنادي الإسماعيلي. مواجهة ما بين يوسف والحارس أيمن رجب، وادي يوسف علاء وركلة الجزاء يوسف وأيمن رجب. يوسف علاء جول 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 جوه جول. هدف ثالث للنادي الأهلي، هدف قتل اللقاء تماما عن طريق اللاعب يوسف علاء. يوسف يحرز هدف ثالث وهدف ثاني لي في اللقاء عن طريق النادي، عن طريق يوسف علاء. ثلاثة النادي الأهلي، واحد الإسماعيلي. ركلة حرة للنادي الأهلي. مصطفى عزت يلعب لنصير، عدى نصير، عدى، اتلعبت عرضية الرأسية. جول 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 جوه جول. يوسف الجبالي، يوسف الجبالي يضع الهدف الرابع للنادي الأهلي، 4-1 للأهلي. يوسف الجبالي وأول ظهور، أول ظهور رسمي، يضع هدف الرسمي الأول ليوسف الجبالي. الورقة القادمة من نادي الشمس، هدف رابع للنادي الأهلي. الجبالي، عدى الجبالي، يا ولد يا يوسف. يوسف الجبالي يلعب مع هشام، هشام هشام هشام، يلا راجل مصطفى البدري، البدري جول 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 جول. 5-1 للنادي الأهلي، 5-1 للنادي الأهلي. والخماسية، الخماسية مصطفى البدري، لكن اوعى تنسى، اوعى تنسى صاحب الموال اللاعب يوسف الجبالي، لسه ياما في الجراب يا حاوي. يوسف الجبالي مع الرداء الأحمر ناوي وناوي وغاوي. يوسف علاء يلعب ويعلق على القائم الأول، منعم، جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي عن طريق محمد عبد المنعم، الكروس العرضي والعرضية الجميلة من يوسف علاء، وقاطع وسارق الدنيا اللاعب محمد عبد المنعم. يوسف علاء والتحركات يلعب مع فخري، فخري ليوسف علاء يعلق على القائم الأول، يا ولد يا ولد. جول 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 جوه جول. هدف تاني، يا فرحتك يا عادل يا عبد الرحمن على الهدفين، فرحة الكابتن عادل عبد الرحمن على الشغل الفني والجملة الفنية اللي حفظها للاعبين في ثانية. سرق النادي الأهلي فريق الانتاج الحربي بكورتين وركلتين ركنيتين، من اليمين مرة ومن الشمال مرة. هيلعب محمود عادل، وقفته ويلعبها ويعلقها، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هدف رائع لا يسأل عنها شوبير في سقف المرمى. عدى الجبالي، الجبالي الجبالي يلعبها العرضية، عدت، جول
جول جول جول جوه جول. الهدف الثالث، خلصت الرواية والحكاية وهدف قتل اللقاء. زهرة الجنوب، الحاوي القادم من زهرة الجنوب يكلل مجهوده النهاردة ويضع هدف ثالث. تستاهلوا يا حاوي. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيوف النهاردة، كابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق. منورنا ومشرفنا كابتن محمد. بس عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. مبروك على البرنامج وبدايه ان شاء الله تبقى موفقه، وانا شايف يعني ان فكره يعني جميله جدا، اتاخرت كتير فكويس انها جت على ايدك كده، وان شاء الله باذن الله يبقى فيه نجاح ان شاء الله، يبقى فيها استمراريه ان شاء الله. برحب بضيفي هداف الاهلي السابق كابتن احمد بلال. منورنا ومشرفنا كابتن احمد. ربنا يخليك كابتن اسامه. ازيك الاخبار؟ تمام الحمد لله. مشرفنا ان شاء الله. الله يخليك يا رب، وانطلاقه جيده باذن الله تعالى ان شاء الله، وفرصه كمان جمهور النادي الاهلي يتعرف على لعيبته الصغيرين. احنا دايما الناس كانت زمان بتسمع عننا واحنا بنلعب في الناشئين لكن ما كانتش بتشوف، يعني كانت دايما تسمع ان في لعيبه كويسه تحت 19 سنه، تحت 18 سنه، في لعيبه جيده، في اسماء، تسمع الاسماء دي بتشوف من مجله النادي الاهلي كلام في الجرايد، بتعرف من المنتخبات، ولكن ما كانتش بتشوف اللعيبه دي وما كانتش بتعرف مين اللي ممكن يكون المستقبل للفريق الاول. ففرصه جيده ان يكون في استاد طبعا يعني، ومباراه بتتذاع، مباراه مهمه طبعا اكيد يعني، وان شاء الله بالتوفيق دايما باذن الله تعالى، وفرصه لجمهور النادي الاهلي يتعرف على اولاده. عايزك بقى تفكرنا، انت حضرت الملعب ده طبعا، ملعب الناشئين طبعا. عايزين بقى نستعيد الذاكره مع احمد بلال هداف الاهلي بمباراه هنا لعبها في الناشئين. انا فاكر اخر مباراه انت لعبتها، بس عايزين نفكر جمهور الاهلي كله. بص، يمكن كانت الظروف مشابهه شويه كده لمؤمن زكريا واحمد حمدي وكده، كان في مباراه بتتلعب هنا الاهلي للمقاولين العرب. تمام. كابتن مع كابتن مختار كان استدعانا هو من الدرجه الاولى عشان نلعب هنا تحت في الناشئين. كانت مباراه قويه جدا. جينا في نفس الملعب ده طبعا، جينا لعبنا المباراه وكسبنا المقاولين، اديناهم يعني مش عايز اقول اديناهم درس يعني. جبت كام جول في الماتش ده؟ جبت ثلاث اهداف. صح. انتهت المباراه دي 4-1 احمد بلال احرز. انا فاكرها، ذاكرتك حلوه. فاكرها طبعا. كابتن محمد، يعني النهارده تجربه فريده من نوعها، النهارده ان يبقى فيه اهتمام بالناشئين، والاهتمام كمان ده اعلامي، انك تذيع مباراه للناشئين. دايما كل الاهتمام رايح للدرجه الاولى والفريق الاول في كل انديه مصر، لكن النهارده لما تبتدي النادي الاهلي انه يذيع مباراه للناشئين، شايف التجربه دي ازاي؟ شايفها طبعا تجربه جميله. انا يعني غير زي ما احنا قلنا ان يعني فرصه لجماهير النادي الاهلي داخل مصر وخارج مصر في كل العالم ان هم يطمنوا على ذخيره النادي الاهلي من الاجبال والناشئين، وخصوصا طبعا العمر اللي بدانا بيه النهارده اللي هو 97 اللي هو الصف الثاني بالنسبه للفريق الاول، فدي حاجه كويسه جدا. كذلك برضو بالنسبه للاعبين والاجهزه الفنيه حافز كبير جدا ان ماتشاتهم بتذاع على الهواء. تخيل انت، احنا كنا واحنا صغيرين طبعا ما حضرناش الكلام ده بلال خالص. احنا كنا طبعا كل الفرق من اول ما حضرتش مدينه نصر. لا ما حضرتش، انا كبير شويه. كان كل الفرق بما فيها الفريق الاول على استاد التتش تدريب وماتشات، يعني تدريب صعب جدا. كانت طبعا صعبه جدا. كنا بنبدا من بدري، تخيل انت ورا بعض ورا بعض ورا بعض. حتى كمان الماتشات ما كانش في حاجه زمان انها تتلعب جمعه وخميس وسبت وحد، كان كل المباريات بتتلعب في يوم واحد، يوم الجمعه. بدايه من 10 الصبح بالتالي يا كابتن، كان الاثنين جمعه واثنين تقريبا اعتقد، صح؟ لا كان في الاثنين وجمعه، يعني انا عشان يعني الكلام ده بيتكلم في السبعينات قديم شويه. لا السبعينات دي ما كانش في ماتشات خالص. كان في 15 و17 و19 و21 بيبداوا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 5. كمل على الاضواء كمان. هو الفريق الكبير بس اللي كان بيلعب ماتشات الوديه على التتش، وطبعا الماتشات كلها على استاد القاهره، وكان برضو الفريق الكبير بيلعب يوم واحد هو يوم الجمعه 3 الا ربع. فكنا كل الفرق بتلعب في وقت واحد. اما كان بيطلع لنا خبر بس في مجله الاهلي كان بيبقى حاجه ما بننامش. انا واحد من الناس لما كان بينزل لي خبر في مجله الاهلي كنت بشتري 100 نسخه خليها عندي في البيت. بالظبط. النهارده انت بتتكلم بتبروزها. النهارده بتتكلم باستوديو تحليلي على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي. وطبعا انا عارف ان انت ان شاء الله باذن الله هتعمل بالنسبه للاعمار الثانيه 99 وال 2000 و2001 و2002 دي البدايه يا كابتن محمد. دي البدايه ان شاء الله. احنا بنتكلم بنقول البدايه. كابتن بلال، النهارده كان معانا رساله مهمه من مستر كارتيرون لكل لعيبه القطاع.
وكلام مهم جدا، بيقول لهم انك بتلعبوا في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، الموهبه لوحدها مش كفايه، لازم الروح والحماس والعزيمه لازم يعني يتميز بها لعيبه النادي الاهلي. بس قبل ما تجاوب على السؤال هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حضراتكم مره ثانيه، كان اللعيبه دلوقتي بتسخن في ارض الملعب، لكن هنشوف برضو مع حضراتكم يعني جزء من المحاضره الفنيه اللي قبل المباراه مع المدير الفني كابتن عادل عبد الرحمن. لما يجهزوا بيها دلوقتي كابتن بيال، كنا بنتكلم عن الرساله المهمه اللي بعتها كارتيرون لقطاع الناشئين. شوف كابتن اسامه، مهم جدا جدا ان لعيبه قطاع الناشئين يوصل لها المسجات بتاعه المدير الفني للدرجه الاولى. مهم جدا لان خلاص انت خلاص بتتكلم دلوقتي في ان انت اصبحت لعيب عندك مسؤوليه كبيره جدا، عندك هدف، عندك طموح. المدير الفني للدرجه الاولى بيتفرج عليك، بيشوفك، بيتابعك، بيبعت لك رسائل، عارف خلاص ان انت متى تالقت مع فرقتك في الناشئين هيبقى ليك دور في الفريق الاول. انت بتتكلم زي ما احنا شايفين محاضره الفيديو قدامنا دلوقتي يعني، والمحاضره الفنيه قبل المباراه دي كانت قبل التسخين مباشرة، محاضرة فنية للكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل بيشرح يعني خطة اللعب النهاردة والتعليمات اللي بيديها للعيبة قبل المباراة. اتفضل يا كابتن بلال. بس فعايز اقول ان كل لعيب طبعا، كل لعيب يعني تبقى مهم جدا ان اللعيب يوصل له ان في الدرجه الاولى والفريق الاول، الفريق الكبير، المدير الفني، المدرب العام، ان هم بيتابعوه. ده مهم جدا بالنسبه لكل لعيب موجود في قطاع الناشئين، لان خلاص هو بيبقى عنده امل كبير جدا ان هو ممكن في يوم من الايام يكون موجود في الفريق الاول، زي ما حصل مع كابتن حشيش، وحصل معايا، وحصل معاك، وحصل مع لعيبه كتير جدا يا اسامه. احنا زمان كنا الاول بنلعب المباريات في التتش قدام الفريق الاول، النهارده مباراه مذاعه، ففرصه كبيره بالنسبه للعيب ان كل واحد يثبت نفسه على الاقل تسويقيا. يعني انا ممكن النهارده ما يجيليش حتى كمان على الجانب السيء بالنسبه حتى للعيبه، لو انا النهارده ما عنديش التوفيق او ما جاليش الحظ او ما كانش ليا مكان موجود في الفريق الاول، يبقى انا النهارده بالظبط، يبقى انا النهارده بعمل حاله التسويق بالنسبه لي كلعيب في قطاع الناشئين. فمهم جدا جدا، مهم جدا برضو ان الفريق الاول يبقى هم خلاص حاطط عينه على فرق الناشئين. النهارده الارقام بقت عاليه جدا جدا بالنسبه لفرق اللاعبين، فانا النهارده فرصه بتاعي كبيره جدا ان انا عندي كمان قطاع مهم جدا. انا شايف ان هم ماشيين بشكل كويس، ماشيين لعبوا يمكن ست مباريات، كسبوا خمس مباريات وتعادلوا في مباراه واحده، فده معناه ان الفريق ماشي بشكل جيد جدا. نزول برضو بعض اللعيبه المهمه جدا من فريق الدرجه الاولى يحمس اللعيبه اللي فاضل. يعني في حته مؤمن زكريا ده كابتن محمد، يعني انا شايفه حاجه مهمه ان هو النهارده ينزل، هو اللي بيطلب انه ينزل يلعب مع فريق الشباب، عايز يجهز عشان يكون يعني يتواجد بقوه ويرجع مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه يعني مره ثانيه للفريق الاول. طبعا مؤمن زكريا لعيب كبير، حاجه كويسه بالنسبه له ان هو لازم يلعب مع الفرقه دي ماتشات كتير، لان هو ناقص مباريات. المباريات ان شاء الله اللي هتجيبه تاني ان شاء الله باذن الله يعمل مباراه النهارده كويسه، لان احنا محتاجين كل لعيب في المرحله اللي جايه في الفرقه الكبيره. كذلك انا سمعت طبعا من الكابتن عادل ان موحدين طبعا طريقه اللعب 4-2-3-1. دي انا فيها النهارده، وانا كنت بقول التشكيل الاهلي بيلعب بنفس اسلوب الدرجه الاولى 4-2-3-1، عشان اللعيب لما يطلع الدرجه الاولى ما يبقاش غريب عن الملعب، يبقى نفس الطريقه ونفس السيستم. ودي حاجه كويسه جدا تحسب طبعا للجهاز الفني فوق، والجهاز طبعا الكابتن عادل والمعاونين بتوعه. شايفين لعيبه كبيره، على انا عارفهم طبعا ومتابعهم بحكم طبعا شغلي ان انا متابع الناشئين في النادي الاهلي وفي القاهره كلها، وكان معايا لعيبه منهم زي مثلا عربي كان معايا في منتخب القاهره اللي سافر اليابان. الولد من هو صغير 13 سنه. وانت بتتكلم كابتن محمد يعني بيعرضوا اهداف او المشوار بتاع الاهداف بتاع فريق 97. اتفضل. عربي بدر من اللعيبه المميزه، انت عارف يا كابتن بلال برضو اللعيب من 13-14 سنه بيبان اكيد طبعا. يعني احنا ما هو بيبان في الفتره القديمه في السبعينات كان كل فريق من فرق النادي بيتنبأ لهم الموهبه بتظهر بقى بالظبط كده. فريق 13 سنه مثلا طاهر ابو زيد ومحمد حشيش وعلاء ميهوب وسبعه، دول خمس سنين الدرجه الاولى. الفريق الاكبر مننا فلان وفلان وفلان، خالد جد الله ومجدي عبد الغني وكذا لعيب هيلعب الدرجه الاولى.
فعربي من اللعيبه الكويسه اللي متوقع له مستقبل كبير مع النادي الاهلي، كذلك في لعيبه طبعا كبيره. فرصه النهارده كمان كويسه ان في لعيبه بتلعب اوريدي في الفرقه الكبيره، بتلعب النهارده موجوده زي مؤمن زكريا واحمد حمدي واحمد ريان، احمد ياسر ريان برضو هيزودوا الفرقه ومن من من خبراتهم. اعتقد ان هي حاجه كويسه جدا جدا ان احنا نتابع النهارده ونبتدي نتابع الاشبال دي، عشان والجمهور طبعا النهارده ان شاء الله هيبان هيتابع معانا المباريات، عشان اللعيبه تحس بالاهتمام سواء من الدرجه الاولى. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه كمان، خلينا واقعيين، اللعيبه دي كلها مش معقوله هتلعب في الدرجه الاولى، زي ما بلال قال يبقى فرصه انها تسوق نفسها خلال الفتره اللي جايه، زي ما شفنا برضو اسماء كبيره في النادي الاهلي لعبت بره ورجعت زي سعد سمير راح لعب ساعات. يا كابتن ساعات انت خلي بالك النهارده كابتن محمد كابتن بلال النهارده مستر كارترون اكيد وكابتن محمد يوسف الجهاز الفني بيتابعوا المباراه على الهواء مباشره النهارده. اكيد وده طبيعي، اكيد طبعا التشكيل زي ما احنا شايفينه برضو قدامنا كابتن محمد، يعني مصطفى شوبير في حراس المرمى، كريم يحيى، محمد عبد المنعم، وميشو عماره، واحمد حاتم، مصطفى عزت، وعربي بدر، مؤمن زكريا، واحمد حمدي، ويوسف علاء، واحمد ياسر. هو نفس الشكل كابتن بلال اللي بيلعب بيه الفريق الاول وبيلعب بيه كارترون، سواء في المباراه داخليه او خارج ملعبك هي 4-2-3-1. كان في زياره كابتن بلال مهمه جدا كابتن محمود في مدينه نصر واجتماع مجلس اداره، لكن الكابتن محمود يعني كان مهتم انه يزور قطاع الناشئين وزار فريق شباب النادي الاهلي. شاف الزياره دي لما تبقى خاصه من نجم كبير زي كابتن محمود خطيب ازاي؟ كل دي بتبقى رساله كابتن اسامه لقطاع الناشئين كله، للعيبه اللي موجوده، للمدربين كمان اللي موجودين. احنا بس مش هنتكلم على القطاع كله كقطاع لعيبه بس يا كابتن، هنتكلم برضه على القطاع كمدربين كمان. صحيح. انا النهارده زي ما انا لعيب عندي الامكانيات وعندي الطموح وعندي الامل ان انا اكون موجود في الدرجه الاولى، انا برضو كمدير فني من حقي ان يكون عندي برضو الامل ان انا اكون وقت من الاوقات موجود في الدرجه الاولى. ده مش معناه يعني ده تسلسل وده طبيعي جدا. طبيعي النهارده انت اشتغلت في النادي الاهلي كمدير فني في قطاع الناشئين، رئيس النادي تمام بالقيمه طبعا بتاعت كابتن محمود الخطيب ان هو يجي يعني يزور قطاع الناشئين، ده ما معناه مسج يا جماعه ان احنا لا القطاع موجود تحت عنا، القطاع محكود تحت نظرنا، احنا برضه هنهتم بالحته دي، الحته دي بنديكوا رساله كده حتى لو مش الرساله بالكلام، حتى لو الرساله بس بمجرد الزياره، احنا بندي رساله يا جماعه ان في اهتمام كبير جدا بالقطاع ده، عشان لو في امل بعد كل واحد يحط في نفسه الامل ان هو بعد كده هو المستقبل اللي جاي، سواء اذا كان مدير فني، مدرب، سواء اذا كان لعيب او حتى كمان ممكن يكون اداري، يعني القصه العمليه مش مقفوله بس على اللعيبه بس يا كابتن، العمليه ممكن تكون للمدير الفني، للاداري اللي موجود عندك، للعيب الكره اللي موجود عندك. انت عايز تقول يا كابتن بلال ان قطاع الناشئين ما بيصعدش لعيبه بس، ده انت النهارده بيصعد مدربين، يصعد اداريين، يصعد دكاتره، يصعد كل حاجه، قطاع كبير من قطاع الناشئين يصعدوا. طبعا عشان كده بقول لك دي رساله مهمه جدا يا كابتن اسامه، كل واحد لازم يعي الرساله دي بشكل كويس قوي، ان انت النهارده كل الناس اللي كانت موجوده في الدرجه الاولى سواء اذا كان من دكاتره زي ما انت قلت، من لعيبه، من اداريين، كل الناس بتيجي وقت من الاوقات ان انت خلاص بتبقى مطلوب انك تكون موجود في الدرجه الاولى، فلازم تبقى الحته دي كل واحد يحطها تحت عينه جيد. احنا عشان وقت المباراه خلاص، احنا على وشك المباراه تبتدي دلوقتي، يعني استنونا بين الشوطين ان شاء الله، يعني هنروح دلوقتي بعد شويه لمعلقنا فاروق صلاح ومعاكم برده ما بين الشوطين. تتوقع نتيجه المباراه الشوطين كام؟ الاهلي يكسب ان شاء الله كده. ان شاء الله الاهلي يكسب كام؟ 3 ممكن. كم؟ 3. 3 كابتن محمد. الشوط الاولاني ولا المباراه كلها؟ لا خلينا الشوط الاولاني عشان هنيجي بين الشوطين ان شاء الله. ممكن 2-0. 2-0 ان شاء الله. استنونا ان شاء الله بين الشوطين، نروح دلوقتي لمعلقنا المميز فاروق صلاح. أول ينتهي بالتعادل السلبي بين شباب الأهلي وشباب الجونة. كان نجم اللقاء في الشوط الأول حارس مرمى الجونة
حسام ابو الوفا. كابتن محمد حشيش، شفت الشوط الاولاني ازاي؟ يعني ضغط كبير من النادي الاهلي، تقريبا بيلعب في نص ملعب الجونه، هجمات بس يعني الحقيقه من غير فعاليه، يعني شفناش برده حاجه جامده، كلها كور برده بالعرض او الشوط من بعيد. لازم يبقى في اختراقات اكتر، لازم في ايجابيه على الجون اكتر من كده. شايفين برده ناس يعني احمد حمدي بلاي ميكر فرقه وبتاع، بس ممكن يكون مزودها شويه في يعني الاحتفاظ بالكوره، خاصه ان في زحمه كمان، في زحمه كبيره، لازم يتلعب من الاطراف اجمد، ولازم يبقى فيه كروسات، ولازم يبقى فيه توزيع. يعني انا في كذا كوره انا وكابتن بلال قاعدين، توزيع اللعيبه برده في ال 18 ما كانش كما يجب، لازم يبقى فيه ايجابيه اكتر من كده، لازم يبقى فيه ضغط. على علم كمان ان احنا الشوط الثاني هنبقى ضد الهواء، فدي برده لازم نحرص برده، لان الملعب مايل هنا شويه ناحيه شمال، ناحيه هيبقى الجون بتاعنا او جون مصطفى شوبير في الشوط الثاني، يعني خلي بالهم من التسديدات من على بعد. يعني كابتن احمد، شفت الشوط ده ازاي؟ بص، هو طبعا شوط من اتجاه واحد النادي الاهلي، النادي الاهلي هو بيحاول اللي هو بيعمل عمليه الاستحواذ بشكل جيد في نص الملعب، ولكن مشكله النادي الاهلي في الفينش الاخير، مشكله في النادي الاهلي في ان هو ازاي بيخلص الهجمه. يعني انت عندك مشكله في النهارده، في مشكله واضح جدا من اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده، عدم التصويبات، التصويبات في اللعيبه المفترض انك بتلعب في حاجه برضه. كابتن بلال، ان دي اول مباراه تذاع لمباراه الشباب، طبعا انا معاك في حته الضغط، ان اللاعب دلوقتي النهارده عارف ان في سبوت عليه جامد، فدي ممكن تبقى حاجه برضه نفسيه، في استعجال شويه في النهايه ممكن. طبعا ممكن بشكل كبير، لكن انا بتكلم في حته معينه كابتن اسامه، انا كلاعب عندي من الخبرات خلاص، انا شايف الجيم مقفول، الجونه النهارده بيلعب زون ديفنس، انت واخد بالك، اول لعيب الجونه بيدافع يمكن من على خط الدايره بتاعه الجونه، فعاملين قافلين لك الملعب بشكل مكثف جدا، على لعيبه موجودين بيدافعوا بشكل مكثف جدا. فالنهارده عندك حلين مهمين جدا، عمليه التصويب والكرات العرضيه. النهارده الكرات العرضيه ممكن يكون عندك فيه زحمه، فمش قادر تستغلها بشكل كويس زي ما قال كابتن حشيش من شويه، لكن انت وانت بتلعب الكرات العرضيه لازم يكون توزيعك في ال 18 يعني بشكل جيد جدا، لان خلاص انت بتلعب دايما موجود خمس ست لعيبه من الجونه في ال 18 وثلاث لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، فعشان كده الكرات العرضيه لازم تكون سريعه، التصويبات مهمه جدا في المباريات اللي زي كده، المباريات اللي زي كده ممكن تنهيها شوطه، حتى ممكن من نص ملعب، انت معاك الهواء مستحوذ بشكل جيد جدا، في اكتر من فرصه لاحمد حمدي ان هو كان يصاب النهارده، خلاص هو بيلعب مع زمايله، في وقت من الاوقات تلعب مع زمايلك على الخط، وفي وقت من الاوقات لازم انت تجرب وتصوب عشان تقدر تسجل هدف. النهارده عشان في هم يعني الحلول بتاعتك اللي مفترض تكون موجوده لما يبقى في تكتل عددي او يكون في زياده عدديه من ناحيه المدافعين، هو انك تلعب كره سريعه او انك تصوب، انك تلعب كرات عرضيه. النهارده الاهلي بيلعب كرات عرضيه ما بيصوبش، الكرات برده مش سريعه بشكل كبير، في عمليه الاحتفاظ بالكره كتير بالظبط، الجونه ترجع بالزبط. صح كتير، هم عندهم يمكن لعيب رقم 25 بيلعب في نص ملعب، لعيب جيد، الديفنس بتاعهم بيلعب بشكل كويس، هم دايما على طول بيعملوا عمليه الضغط لما الكره تكون في نص ملعبهم، لكن الناحيه الهجوميه طبعا مش موجود اي يعني انا ما شفتش اي فعاليه للجونه النهارده يمكن في الشوط الاول خالص. كابتن محمد، لو انت مكان الكابتن عبد الرحمن بين شوطين المباراه، يعني ايه ابرز التعليمات او ابرز الحاجات ممكن تقولها للاعيبتك؟ انا شايف ان لازم في تصويب اكتر من بره ال 18، مش لازم نوصل لغايه اللي جوه الجون بالكوره، لازم في تصويب من جميع الاتجاهات، لازم الكروسات تبقى اكتر شويه، ولازم يبقى في زي ما نقول ايجابيه، لازم توزيع، لازم ناس بتروح على القريبه وناس بتروح على البعيده. يمكن انا بقول ان ممكن الاداء بتاع الشوط الاولاني زي ما انت قلت ان في برضو الماتش متزع الهوا، بس انا افهم يبقى مثلا اول 10 دقائق ربع ساعه ممكن اللعيبه تبقى انما كلهم لعيبه كبيره وتمرنوا في الدرجه الاولى. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون اثرت شويه وجود مؤمن زكريا واحمد حمدي واحمد ريان، ممكن ما بيلعبوش كتير مع الفرقه دي، فيبقى برضه عدم التجانس ممكن يعني نعزيها الحته دي يعني. جدا برضه نازلين النهارده من الدرجه الاولى، ما بيتمرنوش دايما مع فريق الشباب، مؤمن زكريا واحمد حمدي، ده فريق احمد حمدي طبعا بالزبط. واحمد ياسر ريان، لكن مؤمن بالزبط. زكريا يعني بس بعيد عن الفريق ده، بس اسامه لعيب يعني لعيب واحد بتقول مؤمن كمان يعني لعيب تقيل، مؤمن لعيب تقيل طبعا، ما اعتقدش ان هو ياثر سلبا يعني على الاداء التكتيكي بتاعت اللعيبه. وانت زي ما انت قلت او كابتن حشيش قال يعني نقطه مهمه جدا، ان انت النهارده وانت بتلعب مباراه زي كده
الفرقة التانية كمان ما ننساش ان هي بتلعب قدام مباراة مذاعة بالنسبة لها، بتلعب قدام النادي الاهلي، السبيريت اللي عندها عالية جدا جدا يا كابتن حشيش، الضغط موجود عاطف في كل طبعًا مكان طبعًا. يمكن احنا شايفين الشوط الاول كل لعيب فيهم بمثابة اثنين لعيبة في الملعب، كل واحد بيعمل عملية الضغط بشكل كويس قوي، بيحاول ان هو حتى لو الكرة بتتقطع بتلاقي اثنين ثلاثة ضاغطين من لعيبة الجونة، فده برضه خد بالك لعبك قدام النادي الاهلي مباراة مذاعة يعني بيخلي برضه الحماس والطاقة اللي موجودة عندك كبيرة جدا. انت الطبيعي جدا كنادي الاهلي تستنفذ الحتة دي، انك تباص كتير، تلعب كرة سريعة جدا، تحاول تصاب، تحاول دايما تبقى خطر على المرمى عشان تهد الحتة اللي موجودة عندهم دي. الفرقة برضو يعني الكرة علمتنا ان الفرق اللي هي بتتكتل وبتلعب دفاع بس، يمكن احنا ما شفناش الا كرة واحدة بس من الجونة اتشطت على مصطفى شوبير من بعيد، يمكن واحدة بس، بقيت الكور يعني بتخلص من بره ال 18 او يمكن من بعد نص الملعب او نص ملعبنا احنا كنادي اهلي. لازم الكابتن عادل طبعا يكون متوقع حاجه زي كده، هو طبعا مدرب كبير ومسك فرق درجه اولى كتير، اعتقد ان هو هيبقى التعليمات مختلفه الشوط الثاني، زي ما قلنا تصويب على الجون، الفرق دي اعتقد ان لو جون واحد بس خلاص محتاجين هدف، تكتل الدفاع بيفكوا خلاص، مش ما بيكوش على حاجه وابتدوا يبادلوا وهجموا، فاعتقد ان ممكن تتخلق من هنا المساحات اللي يقدر فرقه النادي الاهلي، بس بشرط ان يبقى فيه الكره اسرع وتبقى الكره اسرع لقدام شويه. احنا برده كنا متفرغين، الكره بتتلعب من اليمين في نص ملعبنا، من اليمين بتتغير للشمال ومن الشمال لليمين، مفيش ايجابيه، مفيش اختراقات من النص، مفيش كور باص على المرمى، اختراقات على طول، حد يجري عندنا سرعات. شفنا كمان الولد اللي اسمه يوسف علاء، عجبني يوسف علاء، ظهر لعيب كويس وظاهر، عمل دبل باص مع احمد السرين وسددها الكره الثانيه، لعيب كويس بس يلعب القلب شويه، ما يبقاش برده متطرف كتير، يمكن لازم يبقى في زي ما نقول احنا برده التجانس بينه وبين احمد ياسرين مش موجود، لازم يبقى في اختراقات من نصه بالنسبه له، اعتقد ان هو عنده السرعات وعنده من المهاره ان لو خد كره على الجون ممكن يسجل منها. تمام كابتن بلال، كابتن محمد حشيش قال عن يوسف علاء ظهر في كام لقطه في الشوط الاولاني كانت مميزه في انهاء الهجمه، مين من وجهه نظرك برضو الاسماء اللي ممكن يعني بدات تظهر في الشوط الاولاني مع يوسف علاء؟ شوف كابتن اسامه، يمكن انت النهارده مش هتقدر تحكم على دفاع النادي الاهلي النهارده في مباراه زي كده تمام، لان خلاص انت ما عندكش اي حاجه خطره. انا شايف الاربعه المدافعين بيلعبوا بشكل جيد جدا، الوقفه طبعا بتاعتهم صح جدا، واضح جدا دايما اثنين على واحد موجودين، يعني اثنين مدافعين من لعيبه النادي الاهلي على لعيب على فرود من بتوع الجونه، فالوقفه خلاص صح، لكن انت ممكن الشوط الثاني الامور تتغير شويه، يعني الشوط الثاني الهوا ممكن يكون ضد النادي الاهلي، الملعب انت عارف ملعب مايل شويه، فممكن يكون الكره يعني لينا افضل شويه الشوط الثاني، هتلاقي صحيح مساحات موجوده يا كابتن، هتلاقي حته الاطراف ممكن تتاح ليك بشكل كويس انك تلعب صحيح عليها صحيح. خلاص انت عندك الكره مش يعني كل انت الشوط الاول كل ما تعمل باص طويل الكره على طول بطبيعه الهوا ان هي تطلع بره، الشوط الثاني ممكن الامور تختلف شويه، ممكن الكره تفضل في الملعب، يعني حتى الكرات الطوليه النهارده مهم الشوط الثاني يا كابتن اسامه انك تلعب على اطراف الملعب بشكل كبير، لو لعبت على اطراف الملعب عشان تفتح فرقه الجول، يعني النهارده بيلعبوا جيم مقفول جدا، فكون ان انت تفتح الملعب عليهم هتوسع المساحات، هتدي فرصه للعيبه بتاعت نص ملعب، هتدي فرصه لاحمد ريان ان هو يقدر يتحرك بشكل كويس جدا، انما التكتلات الدفاعيه اللي موجوده دي زي ما انت قلت وزي كابتن حشيش قال تصويبه بهدف تقدر يعني صحيح. كل ده اعتقد ان هو ممكن ينتهي يعني مجرد ان انت سجلت هدف. في نقطه برضو عايزين نتكلم عليها يا استاذ، احنا برضو صيدنا حارس المرمى بتاعهم يعني انا في اعتقاد ان هو قليل، بس هي الكور اللي جات له كور يعني زي ما احنا بنقول بلغه الكوره بالونه ممكن يقدر يجيبها في متناول، مفيش كروسات صعبه اساسا اللي هي يبقى فيها اختبار بالنسبه له، كذلك مفيش تصويب من بره، احنا ما شفناش اي تصويب من بره او اي حتى كوره بالهيد قويه مثلا بين الثلاث خشبات عشان نقدر اختبار حقيقي يعني اختبار حقيقي كمان في انا شايف في ضعف برده في الاثنين مساكين بتوع الجونه، في واحد منهم بطيء قوي لو حد راح له الكوره ممكن يخترق ويروح، بس هما كابتن حشيش خد بالك هما بيلعبوا من ال 18 هما من 18 والاثنين الديفندرين بالظبط ما عندهمش مساحات بنحاول نختار بالظبط اللي صعب كمان جدا. هو المدرب بتاعهم موقف طبعا الكابتن اسلام موقف حماده احمد وعبد الرحمن بوجي الاثنين ديفندرات في القلب بالظبط، قافل القلب قوي بالاثنين ديفندرات دول عشان كده لازم كرة تبقى اسرع على طرف الملعب لما بنغير من الشمال واليمين بتبتدي الفرقه او المدافعين يبتدوا يتحركوا ويقفلوا الجناب، لازم الكره تبقى اسرع ولازم يبقى في تنويع مره من الجنب ومره من مصر على ان لازم يبقى في اختراق من النص. حته التنويع ده كابتن بلال بيقول عليك كابتن محمد عشيش وانتم اتكلمتوا عن المفاتيح الهجوميه بتاعتنا، التسديد يعني دي من المفاتيح الهجوميه، اللعب على الاطراف، في نقطه مهمه جدا الكرات الثابته، النهارده فريق شباب الاهلي
في اخر ماتشين احرز 4 اهداف من الركنيات. النهارده لسه الركنيات يعني كانت بتشكل خطوره لكن لسه ما استغلتش الاستغلال الجيد. ما دي النقطه اللي اتكلم عليها كابتن حشيش اللي هو ازاي انت بتتحرك جوه ال 18. لكن انا بشوف ان الكرات العرضيه حتى كمان الكرات الثابته بيتعمل فيها شغل كويس قوي، يعني في شغل من مدير فني، في شغل من المدير الفني معمول بشكل كويس جدا كابتن عادل، ولكن التحركات الصغيره داخل ال 18 هي دي اللي تفرق معاك. يعني احنا كل الكرات خد بالك الكرات كلها معديه، يعني فيها دربكه في ال 18 اما معديه اما انت بتلعبها انت بياخدها النادي الاهلي وتتلعب مثلا تطلع بره ال 18 تروح ركله ركنيه تطلع ضربه مرمى. التركيز شويه في حته التحركات دي مهم جدا 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 في الكرات الثابته يا كابتن اسامه، لان ده حل من الحلول. انت اوقات جدا لما الامور تتعثر داخل الملعب يبقى حلك كره ثابته قدام ال 18 ركله ركنيه كره ملعوبه بالعرض، دي بتبقى حلول في بعض الاوقات انك تسجل منها اهداف. وزي ما انت قلت ان هم متميزين في الحته دي، يعني 4 اهداف في مباراتين من كرات ثابته دي، يعني اعتقد ان في شغل كبير جدا بيتعمل عليه. يمكن كابتن عادل كان مره ما بيننا لقاء هو بيقول انا بشتغل على الحته دي بشكل كويس قوي، ان انا بجمع اللعيبه وبعدين حته الانتشار داخل ال 18 دي بيعملوها بشكل كويس قوي، ولكن مهم جدا التركيز في فينش. يمكن في اكتر من كره راحت لمؤمن زكريا كان ممكن يسجل منها اهداف. كان في كره في نص الملعب فيها ضربه قويه جدا من لاعب الجونه بدون كوره، يعني الحكم راح لللاينز مان فيها. دي انت شفتها كابتن بلال ولا ما خدتش بالك منها؟ بص انا هو دي على الهواء كان فيها كوره. شايفينها. كان اللاعب يستحق الطرد فيها لكن اللاينز مان لما شافها يعني الحكم ما شافهاش. على فكره الحكم ما شافهاش. هو اللاينمان شافها واعتقد انه قال له بدليل ان هو ادى انذار. فهو طالما ضرب من غير كوره دي لازم طرد. دي ما فيهاش هزار. طالما انت رحت اللاين مان واللاين مان ادالك هنعدها تاني دلوقتي، هنعدها تاني قدامي واللاين مان اداك ان في حاجه حصلت. هتعدي دلوقتي قدامنا كفحشيش. هي بعد اللعبه دي على طول في ضرب. بص يا كابتن محمد. في ضرب. طبعا في احتكاك طبعا من غير كوره. دي مفروض طرد من غير كوره. وهو اداله فيعني انا في اعتقادي دي طرد مفروض فيها طرد. اللي انا عايز اقوله كلمه اخيره. مستر كارتلون لازم يطمن على لعيبه الدرجه الاولى. انا شايف لغايه النهارده لغايه دلوقتي شده مؤمن زكريا واحمد ياسر ران لازم يعني يهينوا نفسهم شويه اكتر من كده عشان برضو يعني الراجل بتاع الدرجه الاولى يحط ايده على المستوى الحقيقي بتاعهم. عايزهم يستفيدوا من المباراه يعني. لازم يستفيد. انا شايف ان في تكاسل شويه من مؤمن في الاشتراكات وفي لازم يبقى اكثر ايجابيه هو احمد ياسر برضو في التحركات بتاع احمد ياسر في التحركات اللي على الجناب يعني. عشان وقتنا كابتن بلال هنروح دلوقتي للملعب المباراه واستنونا ان شاء الله بعد المباراه. نروح دلوقتي لمعلقنا وزميلنا فاروق صلاح. بعد انتهاء مباراة الاهلي والجونه بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء مع رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك. بنقول لك الاول كابتن فتحي مبروك الفوز اليوم باستضافتك طبعا رئيس قطاع الناشئين. بس قبل المباراه اليوم يمكن لاول مره في تاريخ قطاع الناشئين بالكامل استوديو تحليلي لقاء على الهواء
الاهلي بيعمل غير، قناه الاهلي بيعمل الغير، بتعمل الجديد دايما في مصر. وطبعا شكرا شيف، وانا بشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي، لان فعلا اذا كانت بتدل بادره جميله جدا الاهتمام بقطاع الناشئين، ودي يمكن اول مره تحصل في تاريخ قناه الاهلي، وانا بشكرهم جدا جدا جدا، لان فعلا قطاع الناشئين محتاج تدعيم من قناه الاهلي، وقناه الاهلي دائما بتذيع مباريات للنادي الاهلي، والنهارده انا شايف بادره جميله والناس كلها مهتميه ان اللقاء النهارده الاهلي والجونه يبقى لايف، ودي حاجه جميله يمكن بادره اتمنى ان هي تسود ان شاء الله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفرق اخرى في النادي الاهلي. النهارده الاهلي بيلعب الجونه، الاهلي في الصداره كالعاده زي ما عودنا، الاهلي بيفوز 1-0 عن طريق مؤمن زكريا اللي طلب ينزل يلعب مع فريق 97. الاهلي ما زال متصدر، الاهلي بينافس بكل قوه. شفت المباراه ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو طبعا الاهلي متسيد، يعني الكابتن عادل عبد الرحمن عمل فريق كويس، عنده لعيبه كويسه جدا جدا، واحنا برضو بندعم الكابتن عادل، كل قطاع الناشئين بيدعم الكابتن عادل، لان الفرقه دي تبع الدرجه الاولى او الفرقه دي تحت الدرجه الاولى مستوى مستمره، واحنا بندعمه وبنديله لعيبه من عندنا من قطاع 99 ومن قطاع 2000. والمباراه النهارده يمكن النادي الاهلي كان متسيد من اول دقيقه، يعني ضاع فرص كتير قوي، ولكن دائما المكسب بثلاث نقاط برضو بيدي دوافع كويسه للعيبه، بيدي دوافع للكابتن عادل وجهازه الفني ان هم دائما في المقدمه، ودائما اللعيبه دي يمكن من خلال قناه الاهلي بيتعمل عليهم سبوت على فكره كويس جدا جدا لمستقبلهم والفنياتهم، وايضا اذا كان ملوش دور في النادي الاهلي مستقبلا فالناس بتبتدي تتعرف على اللعيبه من خلال قناه النادي الاهلي. كابتن فتحي، يمكن عليك مسؤوليه كبيره جدا، جماهير قطاع كبير من جماهير بيعقد امال كبيره على قطاع الناشئين، بيعقد امال كبيره ان يفرز لاعبين على قدر المسؤوليه، لاعبين يشرفوا الفريق الاول ويشاركوا بصفه اساسيه مع الفريق الاول. والله انا يعني اللي بتمنى يمكن دي كان الهدف الاول عندي، ان قطاع الناشئين ان شاء الله ان شاء الله كده دائما يبقى عنده لعيبه كويسه، ودائما يبقوا على طول في الفريق الاول، دائما الفريق الاول ينظر ليهم نظره ايجابيه ان شاء الله في الفتره القادمه، لان عندنا لعيبه الحمد لله كويسه، عندنا لعيبه في 97 كويسين جدا، وفي 99 وفي 2000، وانا يمكن عامل خريطه كده جميله، يمكن لا دي خريطه، يمكن بقول ان ده منتخب النادي الاهلي المستقبل، يعني منتخب او فريق النادي الاهلي المستقبل، والحمد لله في لعيبه كويسه ان شاء الله النادي الاهلي يستفاد منهم مستقبلا، وقطاع الناشئين دائما بيبقى ذخيره كويسه لقطاع الفريق الاول، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقول الهدف الاول لقطاع الناشئين في النادي الاهلي مد الفريق الاول بلاعبين مميزين ان شاء الله. اخيرا ما ينفعش تبقى معايا وما سالكش عن مباراه الاهلي، حلم النادي الاهلي الترجي التونسي تاهل لكاس العالم للانديه، حلم كبير الاهلي كلها بتعيشه. والله اتمنى طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، نادي خلاص يمكن معترك يمكن الافريقي واخد عليه بخبرات لاعبته، وان شاء الله اللقاء الجاي مع الترجي ان شاء الله في المباراه الاولى نعمل نتيجه كويسه ونتيجه ايجابيه، بحيث ان احنا نروح المباراه الثانيه ان شاء الله مستريحين وناخد هذه البطوله. النادي الاهلي دائما يعني دائما بيحصل بطولات، ودائما ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عندها الخبره وعندها ايضا نوازع للفوز بالبطولات ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله مباراه الترجي الاولى ان شاء الله يبقى فيها سكور كويس للنادي الاهلي. شكرا، شكرا جزيلا يا شيف. شكرا، شكرا. ده كان لقاءنا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن سامح حسني، بقول لك بالتوفيق في اول استوديو تحليلي، يمكن على مستوى مصر كلها بنشوف استوديو تحليلي لقطاع الناشئين بالكامل. بالتوفيق كابتن اسامه، بالتوفيق لضيوفك الكرام طبعا الكابتن حشيش والكابتن ميلال، وانا عوده ليك كابتن اسامه، اتفضل.
اكتفي شباب الاهلي بهدف وحيد في الشوط الثاني على شباب الجونه، احرز الهدف عن طريق رجل الجزاء مؤمن زكريا بعد اضاعه جمله من الفرص. نروح دلوقتي بجوارنا من الملعب زميلنا شريف شعبان مع كابتن عادل عبد الرحمن. اتفضل يا شريف. شكرا ليك كابتن اسامه، شكرا لضيوفك الكرام الكابتن حشيش الكابتن بلال ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء مباراه الاهلي والجونه بفوز الاهلي بهدف مقابل لا شيء مع مدير الفني الكابتن عادل عبد الرحمن النادي الاهلي، بنقول لك اهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. وقبل ما اكلمك في المباراه، يمكن حدث بيحصل اول مره في مصر، استوديو تحليلي ومباراه على الهواء مباشره من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شايف هذا الحدث ازاي يا كابتن؟ اولا انا ببارك للنادي الاهلي لان احنا السباقين في كل حاجه، يمكن سباقين في مصر في كل، حتى الاعلام حتى الرياضه كل حاجه احنا سباقين. يمكن دي اول حاجه بتحصل في مصر، استوديو تحليل لفرقه ناشئين بنعرف الناس باللعيبه. وبعدين انا طبعا بمسي على الكابتن اسامه حسني والكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال وبقول لهم مبروك عليكم الاداء المميز، ان احنا نعمل استوديو تحليل لفرقه من الناشئين. وطبعا النادي الاهلي هو كده، يعني النادي الاهلي يمكن غير في كل حاجه، احنا غير. يمكن الاستوديو التحليلي او المباريات بتذاع لايف على الهواء، ممكن الناس تتفرج على اللاعبين، ممكن ناحيه التعارف يعرفوا اللاعبين، يعرفوا اسماء اللاعبين، يعرفوا شكل اللعيبه، اللعيبه تتحفز كتير قوي علشان تطلع للفريق الاول، ودي حاجه كويسه قوي. وزي ما قلت الاهلي هو اللي بيبدا بكل شيء يعني. انا عارف ان انت عندك محاضره فاكلمك سريع عن المباراه. يمكن مباراه قويه، انت متصدر الجدول المسابقه ما شاء الله، بتلاعب نادي الجونه في مباراه صعبه. نزل معاك مؤمن بناء على طلبه وحب يشارك النهارده، مصطفى شوبير النهارده بيشارك ايضا ما شاء الله مستواه هايل، احمد حمدي، ناس كتيره جدا بتشارك. ليك شكل في الملعب، بتلعب كره من تحت، بتحضر، بتروح، بتضيع. الاهلي النهارده كان ممكن يكسب 2 و3 كمان، ممكن يكسب بعدد كبير من الاجوال. بس انا اقول لك حاجه، انا يعني اهم نقطه عندي ان انا النتيجه بالنسبه لي عايز اقول لك دي وسيله يعني، ولكن في الاخر انا الهدف الكبير ان انا اطلع لعيب للفريق الاول، ده رقم واحد. الهدف الثاني ان انا اجهز لعيبه الفريق الاول، يعني بغض النظر عن اللاعبين لما بينزلوا، انت عارف اللاعب لما بينزل ممكن يكون بعيد عن اللعب فتره طويله، فدي فرصه كويسه ليه قوي، ودي استراتيجيه كويسه ان احنا بنشتغل مش بنطلع بس لاعبين، وكمان بنعد لعيبه الفريق الاول، عندنا فرصه ان احنا ممكن نلعب اكتر من لاعب في المباراه، فبنجهزهم للفريق الاول. قبل كده جهزنا نزل محمد شريف وكانت حاجه كويسه، نزل محمد شريف ونزل احمد الشيخ ونزل كمان احمد ياسر ريان ونزل الجزار، النهارده بينزل مؤمن زكريا وبينزل احمد حمدي وبينزل كمان كان احمد حمدي ومؤمن زكريا ومؤمن زكريا وياسر ريان. يعني انا بعتبر ان احمد ياسر ده تاني مباراه لي، عشان كده بقول لك دي حاجه كويسه جدا لينا وللفريق الاول. يعني بعتبر ان احنا بنساعد الفريق الاول. ممكن الاداء يختل شويه من مباراه لمباراه، يعني عشان اداء اللاعبين اللي هم بتوع الفريق الاول ما بنتمرنش يعني مع بعض كتير، بالعكس هم بيجوا لي على طول الانسجام، ولكن انا هدفنا الاسمى مش الانسجام، هدفنا ان احنا نجهزهم عشان لو احتاجوهم في اي مباراه في الدوري، احتاجوهم في بطوله افريقيا، لو احتاجوهم في اي حاجه للفريق الاول يكونوا جاهزين ويكونوا موجودين. وده الهدف من تواجد الفريق ده، الهدف من تواجد الفريق ده ان احنا نصعد حتى من القطاع الناشئين اللي عندنا، بنصعد لعيبه كويسه يلعبوا معانا. عندك عربي 2001، عندك احمد مصطفى شوبير 2000، ومصطفى شوبير من حراس المرمى الجيدين جدا، المستقبل كبير قوي للنادي الاهلي. عندي كمان احمد طارق مستقبل كبير، احمد طارق سليمان مستقبل كبير قوي للنادي الاهلي، فالحراسه يعني ما فيش خوف عليهم، رغم ان دول مش من فرقتي يعني. انت عارف الحارسين اللي عندي اعاره، ولكن انا يهمني اصعد من الاصغر علشان يبقى عندي الفرصة أطول وعندي الناس أكتر، فدي حاجة مهمة جدا يعني. آخر حاجة بقولها، أنا بيهمني في المقام الأول أداء اللاعبين الصغيرين، والمقام الثاني اللعيبة الكبار يهمني تجهيزهم للفريق الأول، لأن أدائهم
اللي هم بيقرروه لجهاز الفريق الاول، فانا بعمل لهم المشاركه البدنيه او التركيز في اللعب. انت فاهم؟ بالتوفيق يا كابتن والف مبروك. لا انا بشكركم وبقول لكم مبروك، حاجه جميله جدا لينا ان احنا نعمل استوديو تحليلي، ودي حاجه جيده قوي. شكرا يا كابتن. اشكرك. شكرا. كابتن أسامة، ده كان لقاءنا مع مدير الفني للنادي الأهلي كابتن عادل عبد الرحمن، والآن عودة ليك، تفضل يا كابتن. كابتن محمد، الشوط الثاني بدأ بضغط من لعيبة النادي الأهلي، فرص كتير ضايعة، بالرغم كده الأهلي بيكتفي بهدف واحد عن طريق مؤمن زكريا من ركلة الجزاء، شفت الشوط الثاني ازاي؟ طبعا في الأول ببارك طبعا للفريق والجهاز الفني الكابتن عادل عبد الرحمن والجهاز المعاون. طبعا مكسب يضيف 3 نقاط على رصيده اللي كان 16 نقطة بقى 19 نقطة، يعني الحمد لله برضو بحتفظ ب اللي هو الريكورد، مفيش أي خسارة خلال السبع مباريات، في تعادل بس. شايف طبعا تغير في الشوط الثاني للأحسن، عشان في مشكلة في المايك عندك يا كابتن محمد، لما يعملوها لك دلوقتي. كابتن بلال، شفت الشوط الثاني ازاي؟ شوط جيد طبعا من النادي الاهلي، زي ما اتكلمنا يمكن الشوط ما بين الشوطين قلنا ان النادي الاهلي الشوط الثاني هيبقى مختلف شويه، النادي الاهلي يبتدي يهاجم يلعب على اطراف الملعب، وده اللي حصل الشوط الثاني، ابتدى النادي الاهلي يلعب على اطراف الملعب، ابتدى يبقى فيه مساحات موجوده في ورا الاثنين الباكين بتوع فرقه الجونه، يوسف علاء اشتغل بشكل كويس جدا من ناحيه الشمال، مؤمن زكريا واحمد حمدي، احمد حمدي النهارده قدم مباراه رائعه جدا 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 الشوط الثاني، اداء رائع، اداء راقي جدا جدا، مهارات، بيستلم بيلعب كمان، كان بيلعب دايما على طول مع احمد ريان، اختراقات من النص، دايما لاعب النادي الاهلي كان على الاطراف الملعب، كان في يعني انتشار كبير جدا وسرعه في اداء النادي الاهلي، عشان كده شفنا اكتر من فرصه واكتر من هجمه النادي الاهلي، ركلتين جزاء الشوط الثاني. انا عايز بقى اكلمك على ركله الجزاء، جت ركله الجزاء مؤمن زكريا بيهدرها، جت الركله الثانيه والركلتين صحتين، يعني ما فهمش اي اعتراض خالص من عيبته. وفي واحده ثالثه كمان عايز اقول لك، وفي ثالثه في واحده ثالثه، لا يعني المهم زكريا خد الكره وهو يعني حب برضه يرجع الثقه لنفسه، شفتها ازاي ده يا كابتن بلال؟ بص دي بتبقى خد بالك يعني حاجه مشتركه ما بين المدير الفني وما بين اللعيب، يعني المهم زكريا عايز يسجل هدف، هو نازل طبعا يلعب مباراه زي كده لاعاده الثقه مره ثانيه، وده شيء طبيعي، نازل يلعب مباراه في الناشئين ما فيهاش اي ضغوطات. احنا شايفين هي دي ركله الجزاء قدامنا دلوقتي، صحيحه طبعا. صحيحه 100%، صحيحه 100%، مؤمن عايز يرجع الثقه لنفسه يا كابتن اسامه، فخلاص يا خلاص، وما عندوش اي ضغوطات على الاطلاق النهارده، المباراه بيلعب في مباراه في الناشئين، المساحات موجوده، خلاص شاطر الركله الاولى اهدرت، فمن كان من برضه خد بالك من الطبيعي برضه ان لما يكون في ركله جزاء ثانيه فرصه الهدف فيها بتبقى بنسبه 80 او 90%، هو دخل خلاص كابتن بالاتفاق طبعا مع كابتن عادل عبد الرحمن، شاط ركله الجزاء الثانيه ووفق فيها مؤمن عشان خاطر كمان يعني خلاص تعاد اليه الثقه مره ثانيه، لعيب في الاوقات اللي زي كده بيبقى محتاج الثقه، محتاج يسجل هدف، دايما اللعيب الكبير لما بينزل يلعب في الناشئين هو نازل يلعب عشان يكتسب الثقه ثانيه، يرجع الثقه لنفسه مره ثانيه، تمام، يلعب تحت اجواء ما فيهاش اي ضغوطات، طبعا اللاعب في الفريق الاول في النادي الاهلي الفريق الاول طبعا كله ضغوطات، انت كل مباراه محسوب عليك، كل دقيقه بتلعبها في الملعب محسوب عليك، انما خلاص في الناشئين انت بتلعب وانت عارف ان انت ما عندكش اي ضغوط خالص، بتطلع نفسك من كل الضغوطات، بتحاول ان انت تلعب كورتك الطبيعيه، بتحاول ترجع لنفسك قيمتك المعهود عليها، عشان كده شفنا مؤمن زكريا خلاص بياخد الكوره وبيشوط ركله الجزاء وقدر ان هو يسجل هدف النادي الاهلي الوحيد، لكن الشوط الثاني مختلف تماما يا كابتن اسامه عن الشوط الاول. الشوط الثاني كره سريعه، انتشار بعرض الملعب بشكل جيد جدا، احنا اتكلمنا عنه في بدايه الشوط الاولاني، لازم يبقى في كره سريعه، لازم انتشار من لعيبه النادي الاهلي، احمد حمدي النهارده عمل شوط ثاني رائع جدا جدا جدا، بيلعب مع احمد ريان الدبل باس كتير جدا، بيلعب مع مؤمن زكريا متحرك بشكل كبير جدا، من العوامل النهارده اللي خلت شكل النادي الاهلي الشوط الثاني افضل بكتير جدا، يمكن احمد حمدي واداؤه المتميز بالاضافه طبعا ليوسف علي النهارده اللي عمل برده شوط رائع النهارده برده الشوط الثاني، اخذ جبهه اليمين بتاعه النادي الاهلي، المهارات الفرديه والسرعه اللي عملها، خلاص النادي الاهلي انتشر وفتح الملعب، صعب الامور بشكل كبير جدا على فريق الجونه الشوط الثاني. كابتن محمد حشيش، كان في صده مهمه جدا لمصطفى شوبير في الشوط الثاني، يعني ظهر فيها بشكل مميز، بس قبل ما اسمع اجابتك هنروح لزميلنا شريف شعبان دلوقتي. اتفضل يا شريف.
شكرا كابتن اسامه، شكرا لضيوفك الكرام، وشكرا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان هنا من النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على الجونه بهدف لا شيء. معي يوسف علاء كابتن الفريق، وطبعا مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. يوسف ابدا بيك كابتن الفريق، الف مبروك الفوز. بس قبل ما نتكلم على المباراه النهارده، النادي الاهلي بيعمل استوديو تحليلي للمباراه بين الاهلي، مباراه على الهواء مباشره، وتأدوا اداء عرض اداء كويس النهارده، وبتكسبوا كمان في نقل التلفزيون على الهواء. الله يبارك فيك. هو الاول بس احب احنا يعني كابتن عادل كنا ماشيين يعني على قد ما احنا كسبانين على قد ما كابتن عادل مش مبسوط من الاداء. احنا ما الاهلي بيلعب على المكسب على طول، بس النهارده المكسب النهارده كان يعني كابتن عادل لما كلمنا بعد الماتش قال لنا ان الاداء كان اقل من كل ماتش، فالنادي الاهلي على طول متعود على المكسب وده الطبيعي في النادي. الحمد لله. مباراه عندنا بيراميدز فيه باذن الله الاول. ان شاء الله الحمد لله مش هننزل ان شاء الله عن الاول، خلاص الاهلي لما بيركب خلاص. الاهلي منتصر منكم جديد ان شاء الله، جماهير طبعا منتصر منكم على طول، تصدر المجموعه وتاخدوا البطوله ان شاء الله. احنا الحمد لله متعودين في النادي على ان احنا النادي ما بنركب المركز اول، خلاص مش هننزل من عليه ان شاء الله. وفيني ان شاء الله. مصطفى شوبير نجم حراسه مرمى النادي الاهلي النهارده شايل كره صعبه، بس قولي الاول استوديو تحليلي كابتن اسامه حسني كابتن حشيش كابتن بلال، والمباراه على الهواء مباشره، احساسكم ايه وانتم الناشئين بتتفرجوا على المباراه والمباراه بتذاع على الهواء؟ الحمد لله طبعا في الاول على المكسب، وانا احب اشكر يعني واحد واحد من الناس الموجوده هنا، كلكم تعبتوا وكلكم جهزتوا الماتش عشان يطلع بالشكل اللي الناس شافته ده، واشكر طبعا كابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال وكابتن حشيش، الناس يجوا لنا ويتعبوا، دول ناس اساطير في النادي الاهلي، ان هم يجوا يقعدوا لنا في ماتش زي ده ويتفرجوا علينا ويذيعوه مباشر، ده في حد ذاته ده شرف لينا احنا، احنا نبقى فخورين عشان كده هو ده النادي الاهلي. مصطفى بقى النهارده انت ما شاء الله متصعد ل 97 مرمى مع الفريق الاول في فترات كتيره جدا، النهارده عندك كوره صعبه جدا قدرت تروح وتشيلها. مصطفى شوبير حارس مرمى كبير ينتظر مستقبل النادي الاهلي. الله يا ربنا يخليك على كلامك، احنا بنجتهد عشان ربنا يكرمنا، وزي ما انت بتقول الكره دي هي جولنا دي هي الكره اللي بتجي لك، هي دي انت لازم تبقى مركز فيها عشان تكسب فرقتك، وده الحمد لله اللي حصل. مكسب كبير للاهلي. طبعا الحمد لله. نجم وباذن الله تحافظ على مستواك وتبقى حارس مرمى منتخب مصر. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا. باذن الله. كابتن اسامه ده كان لقائنا مع نجمين من النادي الاهلي، ونعود ليك كابتن اسامه اتفضل. شكرا لزميلنا شريف. كابتن محمد صدى مهمه جدا النهارده من هايله، كره صعبه جدا، الكره عملت باند قبل ما تروح على الجون في الزاويه البعيده، صعوبتها كمان ان شوبير ما كانش عليه اي ضغط طول الماتش، تمام، فلو هو عليه ضغط طول الماتش بيبقى في حاله حركه باستمرار وفي تركيز، انما صعوبتها ان هي جاي من حاله ثبات ما فيش حاجه وتجيله كره صعبه مرة واحدة وجيبها بالحرفية والإتقان، ده دي حاجة كويسة تحسب له. في المجمل طبعا بهني طبعا فرقة النادي الأهلي وكابتن عادل عبد الرحمن والجهاز المعاون، وطبعا سبع مباريات ستة مكسب وواحدة تعادل بدون خسارة، دلوقتي 17 بونت يحتفظوا بالصدارة. زي ما قلنا تاني يعني الشوط التاني كان فيه تحسن ملحوظ في الأداء، اما ابتدى الكلام اللي احنا قلناه يتحقق عن طريق الاختراقات واللعب عن الأجناب، وكانت كرة أسرع، وأحمد يمكن حمدي يمكن هو كان متحكم في زمام الأمور وكان رتمه أسرع في المباراة، ده فرق كتير. طبعا بهني مؤمن بالضربة الجزاء اللي احرزها، وكان لازم الشوط الثاني عشان يأكد ويبقى في الملعب وياخد الثقة، بنتمنى لهم كلهم طبعا التوفيق ومزيد من النجاحات ان شاء الله. كابتن بلال النهارده زي ما احنا بنتكلم وبنقول ان احنا بنسلط الضوء على لعيبة ومواهب داخل القطاع، لازم برضو بنسلط الضوء على التحكيم، والنهارده عشان بنقدم للكابتن عصام فتاح ولجنه التحكيم برضو يعني حكام مميزين ظهروا على الساحه النهارده. صراحه عجبني يعني حكم الساحه كابتن فرج سعد، وكان في عمران ريج لانزمان، وكان محمود النحاس. شفت النهارده التحكيم ازاي يعني، واحنا بنتكلم عن اللعيبه لازم نتكلم برضو عن التحكيم. لا بص، كان في طبعا النهارده جرأه من الحكام واداروا المباراه بشكل جيد جدا. النهارده يبقى في ركلتين ورا بعض، يعني الحكم يبقى جريء ان هو يقدر يحتسب ركلتين الجزاء، دي حاجه تحسب للحكم، قرار جريء جدا ان هو ما خافش طبعا من ردود الافعال، ودي حاجه تحسب للحكام. النهارده ما فيش لغط في المباراه كبير جدا، برغم ان المباراه النهارده كانت مباراه قويه، كان فيها عنف شديد جدا، ولكن قدر الحكم في بعض القرارات ان هو يسيطر على الـ على الـ على المباراه النهارده بشكل كويس جدا. النهارده يمكن اخرج انذارين ثلاثه النهارده في المباراه برده للعنف
فعشان كده بقول لك ان دايما الحكم اللي عنده الجرأه ان يحكم ان يحتسب ركلتين جزاء ورا بعض على طول يبقى حكم عنده شخصيه في الملعب. بهنيهم النهارده على اداء الجيد النهارده اللي عملوه اثنين لاين مان النهارده، ما فيش اي شكل عليهم خالص، ما فيش حاجات النهارده فيها، فيش كلام، في لغط النهارده على الاثنين كمان لاينز مان، الحاجات اللي فيها تسلل القرارات كلها كانت واضحه وصريحه، ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم. فالنهارده احنا بنهني الحكام النهارده، اداره جيده للمباراه. المباراه كمان اللي بتبقى 0-0 دايما لفترات طويله او الفتره الطويله بتبقى صعبه، كل فرقه عندها امل، يمكن لما يبقى فرقه كسبانه اكتر من هدف بتبقى سهله على التحكيم، مفيش اعتراضات مفيش اي حاجه، انما لغايه اخر وقت كان في تعادل في كل حاجه. فانما الطاقم الحقيقه يعني قدم مباراه كويسه ومبشرين ان شاء الله. وده دورنا هنا في ملعب الاشبال زي ما قلت لحضرتك، ان احنا بنتكلم عن اللعيبه، لا بنتكلم عن لعيبه، بنتكلم عن مدربين، بنتكلم عن تحكيم، بنتكلم عن منظومه كامله. زي ما احنا اشدنا دلوقتي يا كابتن محمد بمصطفى شوبير باداء الرائع وبالثبات الانفعالي عنه وبتركيزه، لازم طبعا نشيد برضو بحارس مرمى الجونه. لولا حارس مرمى الجونه النهارده كانت النتيجه ممكن تبقى 5-6. طبعا حارس مرمى حسام ابو الوفا. حسام الوفا لازم طبعا نقول اسمه طبعا. حارس مميز، شال ضغط كبير وعبء من على فريقه خلال الشوط الاولاني والثاني. تنساش برضو ان هو يعني بيلعب لاول مره قدام اسماء بيتفرج عليها في التلفزيون زي مؤمن واحمد واحمد ياسر ريان، طبعا بيلعب نجوم كبار، كان طبعا قلقان وخايف، انما هو الحمد يعني اعتقد ان هو كان واثق من نفسه وساعده على كده انه اول كورتين في المباراه جابهم بطريقه كويسه، فدي بتدي ثقه لحارس المرمى. انما هو يعني حارس كويس وواعد ان شاء الله نتمنى نشوفه في الفريق الكبير بتاع الجونه. دي ضربه الجزاء يعني طبعا كان فيها دفع لاحمد ياسر ريان النهارده، عمل مجهود كبير وساهم في ركلتين جزاء احمد ياسر ريان، لكن ما كانش موفق النهارده في احراز الاهداف. ممكن خد بالك كابتن اسامه، يعني الفرود في بعض الاوقات بيبقى ادواره ان هو يساعد فيها، يساعد زمايله ويعمل الاسيست لزمايله، زي ما شفنا احمد النهارده بيجري كتير بيتحرك كتير، ساعد النهارده زمايله النهارده زي ما انت اتكلمت من شويه، انه ركلتين جزاء النهارده في اكتر من تصويب على لاحمد، في اكتر من كوره على الجول. يمكن عايز اقول لك الماتشات اللي زي كده بتمنى انه ياخد ماتشات كتيره بالشكل ده، هترجع له الثقه تاني، تخليه يعني يثق في نفسه، تخليه عنده فرص كبيره جدا انه يلعب على المرمى بشكل كبير جدا. دايما احنا بنقول المباريات هي اللي بتجيب اللعيبه مش التدريبات، يعني ممكن هو بيكون بيتدرب في الدرجه الاولى لكن برضه محتاج اوقات كثيره جدا انه يلعب مباريات، المباريات اللي زي كده هي اللي تجيبه. الماتش اللي جاي ان شاء الله لو لعب وشارك فيه ممكن يسجل هدف، فبالتالي الثقه بالنسبه له تزيد. يعني احنا دايما احنا اتكلمنا على مؤمن زكريا وقلنا وجوده النهارده وتسجيله الهدف يرجع له الثقه مره ثانيه. عشان كده برضه احمد ريان النهارده التحركات بتاعته مع زمايله مع سهوله بعض، ما فيش ضغط عليك زي ما بتلعب في الفريق الاول. النهارده فرصه بالنسبه له، لعب اكتر، حاول اكتر من محاوله على المرمى، يعني عمل ركلتين جزاء، كان ممكن يسجل النهارده هدف، كان في انفراد كان ممكن يسجله، كان في واحده بالعرض لعبها بدماغه كان ممكن يسجلها. فالنهارده فرصه بالنسبه له يعيد اكتشاف نفسه. يعني احنا زي ما دايما يا كابتن اسامه لو تفتكر كنا بنستنى الحاجات اللي لما كناش بنلعب كنا بنستنى الحاجات اللي زي كده، عايز تجهز اللياقه البدنيه ما بتبقاش موجوده، عايز تنزل برده تجري كتير. عشان كده بقول لك النهارده فرصه بالنسبه لاحمد ومؤمن واحمد كمان ان هو يلعب. بص بقى شوف صدت شوبير، لا عايزين نرجع لها تاني مخرجنا ذكروني. اتفضل يا كابتن لما يجيبها لنا تاني. فعايز اقول لك الحاجات اللي زي كده بتفيد اللعيبه مش بتضرهم، يعني ممكن ناس تبقى شايفه في بعض اللعيبه تبقى شايفه ان هو ازاي ينزل يلعب في الناشئين تحت، لا انا بشوف انك انت النهارده وجودك في عدم الضغط مباراه زي كده لياقه بدنيه. معانا الصده بتاعت مصطفى شوبير، خلي بالك ده صده مهمه جدا في وقت مهم جدا. صعب يمكن في دقيقه 80 تقريبا. ايوه يعني ريفلكس حلو جدا 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 طبعا. كرة عاملة باند في الأرض وبتعلى كمان. أنا شايفها لقطة المباراة دي. طبعا حلوة جدا بصراحة، يعني أداء يعني ردة الفعل بتاعته مع زي ما قال كابتن حشيش ان هو خلاص ما فيش، هو واقف تقريبا طول ال 90 دقيقة ما فيش أي محاولات على المرمى، الحارس يعني عارف مش سخنة زي ما بنقول بلغة الكورة. فالنهاردة لما الكورة تجي لك كده في الزاوية البعيدة، كرة مفاجأة كمان، هو خد بالك لو تشوف الفرود لعبها من وسط اثنين، يعني هو ما كانش واخد باله يعني. هو الحارس كمان يا أحمد المميز اللي في ماتش كله يجيب كوره صعبه زي دي، صح. يعني كان ممكن ما تجيلوش حاجه طول الماتش وتيجي كوره واحده تيجي هدف، انما هو يعني التالق بتاعه التركيز كله انه حافظ على تركيزه بدون ضغط عليه، دي بتبقى حاجه صعبه يعني.
شرفتنا ونورتنا النهارده كابتن محمد. شكرا كابتن اسامه ومبسوط انك كنت معانا. نورتنا وشرفتنا النهارده كابتن بلال. ربنا يخليك كابتن اسامه وبالتوفيق ان شاء الله. النهارده على مدار 4 ساعات كنا متواجدين مع حضراتكم من ملاعب الناشئين بالنادي الاهلي في مدينه نصر، تجربه لاول مره الحمد لله كنا موجودين فيها. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان التجربه دي النهارده تنال اعجابكم، نكون قدمنا لكم حاجه يعني من ملاعب الناشئين بالنادي الاهلي. الحمد لله النهارده يعني في برضو مواهب ظهرت، في لعيبه تالقت، اتكلمنا عن مصطفى شوبير النهارده، برضو في مشو عماره ظهر مستوى كويس، في محمد عبد المنعم ظهر بمستوى كويس، في كريم يحيى واحمد حاتم، يعني انا حابب اقول كل اللعيبه النهارده اللي ظهرت بمستوى كويس. في برضو عندنا يوسف علاء زي ما الكابتن هشام بيتكلم وبيقول برضو ظهر بمستوى كويس، كلها خامات مبشره النهارده. برضو بنقدر نطمن على لعيبه الفريق الاول، مؤمن زكريا شارك في المباراه، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، وده برضو هدف من ضمن اهداف فريق الشباب، انك انت بتستعين بلعيبه تبدا تظهر للنور وتعرف جماهير مصر بيها، وبرضو انك تجهز لعيبه للفريق الاول خلال الفتره الجايه. بكره ان شاء الله في مباراه الوصل الاماراتي كمان في البطوله العربيه، نتمنى لمستر كارتيرون والجهاز الفني ان شاء الله النادي الاهلي يوفق ان شاء الله، واهم حاجه ان اللعيبه تخرج سليمه بكره، ما يبقاش عندنا اصابات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب، وبرده بالبطوله الافريقيه. قبل ما نختم كابتن بلال، مين اللعيبه النهارده المميزه اللي انت يعني لفتت نظر كابتن احمد بلال؟ شوف انا يوسف علاء عجبني بشكل كويس قوي، اداؤه وعنده سرعه عنده مهاره، كان عامل جبهه قويه جدا الشوط الثاني، اداؤه مميز جدا جدا، يمكن احسن من اداؤه كمان عن الشوط الاول. احمد حمدي النهارده برده ادى بشكل رائع جدا، شايف ان برده الاربعه الديفنس اللي موجودين، اربعه اللي بيلعبوا في النادي الاهلي النهارده كانوا مميزين جدا، احمد حاتم ومحمود ابراهيم محمد عبد المنعم وكريم، الاربعه دول ادائهم كان مميز النهارده بشكل كويس جدا. انا بشكل عام الفرقه النهارده كانت جيده جدا، في ظل خد بالك ان فريق الجونه كابتن اسامه النهارده كان بيلعب زون ديفنس بشكل كبير جدا. يعني النهارده ممكن ما كانش في مساحات لعيبه نص ملعب ان هي تظهر بشكل كويس، ولكن هم دول اللعيبه اللي يمكن في ظل الامكانيات، في ظل ظروف المباراه النهارده، دول اكتر ناس كانوا متميزين النهارده في المباراه. كابتن محمد، يعني ابرز اللعيبه اللي لفت نظرك النهارده وانت بتتفرج على المباراه؟ الحقيقه طبعا كل الفريق كان يعني كويس، وكان على مستوى المسؤوليه وظهروا بمظهر كويس، بما فيهم حتى الاحتياطي اللي نزل الشوط الثاني يوسف الجبالي، وكان مصطفى البدري، والاثنين دول من الوافدين الجدد، واحد من الشمس وواحد من اسوان. يمكن انا بخص بالذكر طبعا مصطفى شوبير، اللقطه دي بصراحه بماتش كامل يعني اللي جابها، الكره دي كانت صعبه جدا جدا، كذلك في عربي بدر في نص الملعب، عربي بدر ويوسف علاء من اللعيبه المميزه اللي لهم ان شاء الله مستقبل كبير، واعتقد ان الفريق 97 مليء باللعيبه المحترمه اللي هي ان شاء الله باذن الله تبقى خط دفاع النادي الاهلي في الفتره الجايه وذخيره تغذي ان شاء الله الفريق الاول. كابتن عادل عبد الرحمن، برضو النهارده يعني ما شاء الله تحس ان اللعيبه برضو متحفظه في الملعب يا كابتن بلال. طبعا مدير فني كبير عنده خبرات كبيره جدا النهارده، يعني انت تعرف في بعض الاوقات تقرا المدير الفني بيشتغل ازاي في الحاجات العكسيات اللي بتتعمل، الشغل العكسي في كمان في الكره الثابته اللي احنا شفناها النهارده، والشغل الخطط اللي بيشتغل، شايف المدير الفني النهارده بيشغل يعني وبيحفظ اللعيبه بتاعته. فالنهارده اللعيب بيبقى كوكتيل مهارات في الملعب، مهارات فرديه على لعب جماعي، لكن النهارده في الحاجات يعني الشغل اللي بتعمل الحاجات القصيره ثم الكرات الطويله اللي بتتلعب في الحاجات العكسيه، والشغل بتاع ركلات الضربات الحره والضربات الثابته، ده شغل واضح جدا ان في حاجه معموله، حاجه متحفظه للعيبه، حاجه اللعيبه بتوجدها بشكل كويس جدا. واضح الشغل بتاع كابتن عادل عبد الرحمن مدير فني طبعا محترم جدا، مدير فني قدير عنده خبرات كبيره جدا، قدر يتعامل او بيتعامل مع اللعيبه بتاعته بشكل جيد جدا. كابتن عادل النهارده كابتن حشيش يعني هيئ اللعيبه نفسيا ان دي اول تجربه يعني تكون على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا اللعيب لما يلاقي مباراه مذاعه ليه طبعا بيبقى في ضغط عصبي شويه او في استعجال، يعني النهارده الكابتن عادل يعني هيئ اللعيبه نفسيا قبل المباراه. عايز اتكلم انا عايز اقول برضو كلمه يعني للساده المشاهدين، ان ما يفتكروش ان الماتشات اللي هي لما اللعيب يبقى في الدرجه الاولى بيلعب في الدرجه الاولى وينزل الفرق الاصغر بتبقى ماتشات سهله بالنسبه له، ماتشات بتبقى صعبه جدا جدا لانه بيبقى عليه سبوت جامد، كل الناس منتظر ان هو لعيب النجم بتاع الدرجه الاولى اللي هو نازل
يلعب بقى مع الفرق الأصغر. بالعكس بيبقى عليه مسؤوليات كبيرة جدا، بيقابل طبعا ولاد متحمسين زيادة عن اللزوم بالنسبة له، يمكن هم اللي في الفرقة معروفين مثلا إذا كان مؤمن ولا أحمد ولا أحمد ياسر. اللعيبة كانت عاملة ضغط عليهم إن أنا بلعب قدام نجم كبير بتفرج عليه، فلازم أضغط عليه وأعمل عليه مباراة كويسة. دي بتبقى عبء على لعيب الكبير بتاع الفرقة الكبيرة لما بينزل يلعب تحت. شفنا النهاردة طبعا يمكن الضغط كان على مؤمن، الناس كلها مستنية طبعا مؤمن زكريا انه يرجع على مستوى اللي احنا عادنا بيه على طول، بيحاول يرجع واحدة واحدة ان شاء الله بمزيد من الماتشات ده. اعتقد ان هو اللي اختار او كان نفسه يلعب مع 97 عشان ياخد ماتشات، لان الماتشات كانت ناقصاه. اعتقد ان ماتش في التاني في التالت يرجع مؤمن لمستوى اللي احنا عارفينه، مع طبعا وجود احمد حمدي اللي هو ظهر مستوى كويس النهاردة في المباراة، وخصوصا الشوط الثاني. كذلك أحمد ياسر ريان برضو تحركاته صحيح مش يعني الهداف أو الفرود أساسه الأهداف زي أحمد جون معانا طبعا، إنما ممكن زي ما أحمد بيقول إن ممكن هداف ينزل مباراة ما يكونش النهاردة يومه، بس يصنع أهداف لزمايله وتحركاته كتيرة تبقى مؤثرة بالنسبة للفريق. أنا اللي بشكركم النهاردة كابتن محمد، كابتن محمد حشيش، أنا بشكر كابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال النهاردة اللي كانوا ضيوف ومشرفين النهاردة على مدار 4 ساعات. إن شاء الله مش هيكون الاستوديو الأخير، دايما استنونا في قناة النادي الأهلي ودايما هكون معاكم ملعب الناشئين بالنادي الأهلي بمدينة نصر. نتمنى إن شاء الله نكون قدمنا لكم حاجة يعني تنال إعجابكم. بنشكركم ونستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.